بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله القوي سلطان والواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه. تعالى مجد وعظم شانه، خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علما، وبسط لهم من فائد المنة ما جرت به في أقداره القسمة، فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة. تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب، فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوم. أما جل هذا الملل الذي تقرب به الملل، وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود، فتعترت بوجودها أكناف الوجود، وطرز البرد العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في عالم كرسيه الواسع، تجلي القضاء بانتشار فضله في القريب والساسع. فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد، ولا يمل تكراره بكثرة ترداد، حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان، ليتشرف بوجوده ثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان. وما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب. يا لقلب صدوره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا، جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا، فترقى بالحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى، لاحظت العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيغ الضلالا، وهو من فوق علم ما قد رأته رفعة في شؤونه وكمالا. فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان، ويحار في تعقل معانيه الجلال. انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلق ينور، فتبارك الله من إله كريم، بشرتنا آياته بالذكر الحكيم ببشارته، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن فاجأت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم.
واستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على وعلى ربك وصفا صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرف بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعد وتلوح على لليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق وأشهد أن سيدنا محمد العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل للمستبشرين سراجا وقمرا منيرا ما أعظم المنة تقرب الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر اللهم صل وسلم يا جل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز في خلعة فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواتن الخدمة لله وأقبل عليه راية الإقبال صلى الله عليه صلى يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه وتفيأوا ظلال الشرف الأصلي بوده وحبه ما أعطر الأكوان بنفس ذكراهم نسيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى عباد الله رجال الله أغيثنا بأهل الله عباد الله رجال الله أغيثنا بأهل الله وأنتم يا أولي الألباب تعالوا
حافظنا في أمل الله عباد الله رجال الله حافظنا في أمل الله وكونوا عوننا في الله سنحظى بفضل الله وكونوا عوننا في الله سنحظى بفضل الله سألكم سألكم وللزلفى رجلناكم سألكم سألكم وللزلفى رجلناكم وفي أمر قصدناكم فسدوا أمركم لله وفي أمر قصدناكم فسدوا أمركم لله عباد الله رجال الله حافظنا بأمل الله عباد الله رجال الله حافظنا بأمل الله وكونوا عوننا في الله حسنا بفضل الله وكونوا عوننا في الله عسانا حظى بفضل الله بأهل الله وكونوا عوننا في الله عسانا حظى بفضل الله وكونوا عوننا في الله عسانا حظى بفضل الله على طه رسول الله صلاة الله وسلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله وسلام الله على طه رسول الله صلاة الله وسلام الله على ياسين حبيب الله في الهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله سلام الله سلام الله طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي سلم ومن هم ومن هم بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن هم بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة
أكرمنا بنيل مطالب منا ودفع مساعي عنا بأهل البلد.